قتل رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي جراء التفجير الذي وقع في ساحة ساسين بحي الأشرفية شرقي بيروت. العميد وسام الحسن كان رئيس فرع المعلومات الذي كان له الدور الأبرز مؤخرا في كشف مخطط تفجير في لبنان اتهم به النظام السوري والوزير اللبناني السابق الموقوف ميشيل سماحة. الشارع اللبناني يعيش حالة من الصدمة جراء الانفجار، وتقول هذه السيدة: يشار إلى أن العميد الحسن كان مقربا من رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، وكان مرشحا لتولي قيادة قوى الأمن الداخلي بعد تقاعد مديرها الحالي اللواء أشرف ريفي. هذا وخرج المئات من المتظاهرين في شوارع لبنان بعد وفاة العميد الحسن وأحرقوا إطارات السيارات في عدة مناطق في بيروت وصيدا وطرابلس تعبيرا عن غضبهم لوفاة العميد الحسن.